البيت كان بقاله كام سنه ما اتفتحش؟ بتكلم على تقريبا 20 سنه. الشباب اللي عندهم نزعه حافظينه بيسمعوه بيحبوه وبيعبر عن ارائهم الشخصيه. الشيخ امام بحر ينفع تجاوب بيه على كل الاسئله دي. في اغنيه بيني وبين بابايا، وكانت الاغنيه علاقه موسيقيه سريه بيني وبين بابا. وان غبت السنه انا برضو قاعد.